طبيب سوري فاجأ العالم بعد أن زلزل عرش صناعة البن، واكتشف أول قهوة في العالم من مصدر لم يكن متوقعاً لكبار صناعها. فما قصته؟ وهل سيؤثر ذلك الاكتشاف على ملوك إنتاج ذلك المشروب؟ الدكتور مصطفى عبد الجواد طبيب سوري صاحب قدرات خاصة، لم يكن الطب وحده هو مجاله بعد أن أطلق لنفسه العنان لتطبيق أفكاره على أرض الواقع، ووصل به الأمر إلى اختراع فريد من نوعه زلزل به عروش ملوك صناعة البن على مستوى العالم. فما قصة هذا الاختراع وكيف توصل إليه؟ قهوة صفراء تجذب إليها العاشقين للبن ولو على سبيل التجربة، لكن تلك التجربة ستتحول لديهم إلى استهلاك أساسي حال علمنا كلفة إنتاج البن على مستوى العالم، والتي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة مع تزايد الطلب على البن أمام ثبات نسبة المعروض من منتجاته بمختلف أنواعها وزراعاتها في بيئات معينة، مما يرفع تكلفة النقل. لكن الطبيب السوري قرر أن يفاجئ العالم بالتخلي عن جميع هذه التكاليف وصناعة القهوة من مصدر غير متوقع. بدأت القصة بدراسات وتحاليل أجراها الدكتور مصطفى عبد الجواد لحبوب الذرة الصفراء التي يتم إنتاجها في سوريا بكميات كبيرة. ولكن السؤال، ما علاقة الذرة الصفراء بإنتاج القهوة؟ صبراً، فإن في المختبرات اعتبارات. درس الدكتور مصطفى فوائد الفيشار وتبين له احتواؤه على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية والأحماض الأساسية ومادة التريبتوفان، وهي حمض يتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى السيرتونين. هذه المادة تحمل خصائص لم يصل إليها العالم حتى الآن، وإذ كانت القهوة العادية منشطاً فإن هذه المادة وحدها منشط ومنبه ومحفز أيضاً لهرمون السعادة في الجسم. تؤدي هذه المادة الموجودة في الذرة الصفراء بحسب المخترع السوري الذي بدأ مقارنات واسعة بينها وبين مواد مماثلة، تؤدي إلى نشاط ملحوظ للجسم في ساعات النهار، فضلا عن تحسين الحالة المزاجية. وليس هذا فحسب، فقد تبين للمخترع السوري أن تلك المادة قادرة على تخليص الجسم من الخمول على مدار أيام العمل، وفي نهاية اليوم يبدأ الجسم الخلود إلى الراحة والنوم العميق. إنها إعجاز طبي بكل المقاييس، منبه طبيعي من دون أي آثار جانبية على الجسم. إنها كذلك ضمانة حيوية للحفاظ على صحة القلب وضبط الضغط وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والسيطرة التامة على السكر. براءة اختراع حصل عليها الدكتور مصطفى عبد الجواد من وزارة الزراعة عن قهوة الفيشار، لكن